طيب هنروح للريشه الطائره، ودايما بنجيب اخبارهم لما بيكون في حدث، لانه الاتحاد شغال وفي مجموعه من اللاعبين الجيدين ومصر بتعمل فيه انجازات، كان طبعا اخرها الحدث الكبير الاولمبيات لما شاركنا فيها. اذا في شغل بيحصل في بطوله اسمها بطوله بنين الدوليه للريشه الطائره، احنا رحنا شاركنا فيها وحققنا فيها انجازات كويسه، ولازم نقف ورا الولاد دول والشباب دول والمجتهدين اللي هم بيلعبوا رياضه، يعني عايز اقول لكم من غير اي دخل ومن غير اي حاجه بس بيلعبوا عشان بيحبوا الرياضه. منتخبنا الوطني ريشه الطائره حقق 6 ميداليات في بطوله بنين الدوليه، واللي بتتلعب في الفتره من 11 ل 14 سبتمبر اللي احنا فيه. حقق منتخبنا منتخب الشباب 3 ميداليات، 2 ذهب واحده فضه عن طريق ذهبيه جان هشام في فردي الشابات، وحققت زميلتها هاديه احمد الجندي الميداليه الفضيه في نفس المسابقه، وحققت ثنائي ذهبيه زوجي السيدات. اما لو رحنا المنافسات الكبار فهنلاقي اننا حققنا 3 ميداليات برضو بس كانوا فضيه وبرونزيتين، وحققت نور يسري برونزيه منافسات الفردي، وقدرت مع زميلتها جان هشام في انها تحقق فضيه زوج السيدات، وحقق زمايلهم محمد مصطفى كامل وكريم محمود عزت برونزيه زوج الرجال. وخليني اقول لكم الشابات هم اللي بيلعبوا سيدات، يعني انا خدت بالي من الخبر اهو ان اللي لعبوا شابات هم اللي لعبوا سيدات، يعني ما تقولش ده في الشابات خدنا ذهب وفي السيدات خدنا فضه، لا ما هو عشان الشابات بيلعبوا تحت وطلعوا لعبوا في السيدات، فهو ده طبيعي، كمان سنه ولا اتنين هياخدوا ذهب في السيدات. طيب كان بيدرب المنتخبنا الوطني كابتن محمود عزت، واللي قدر انه يحقق مع بطلتنا ضحى هاني اول ميداليه لمصر في تاريخ العاب البحر الابيض المتوسط، واللي كانت شهر 7 اللي فات في الجزائر. طبعا بعد دعم يعني الاشقاء وجمهور الجزائر الشقيق. لعيبه منتخبنا بتستعد دلوقتي لبطوله مصر الدوليه، واللي هتتلعب على استاد القاهره في الفتره من 13 حتى 17 اكتوبر اللي جاي باذن الله. وعشان نعرف تفاصيل اكتر عن بطوله بنين وبطوله مصر الدوليه اللي هتتلعب في 13 حتى 17 اكتوبر اللي جاي ان شاء الله، معانا على التليفون محمد كمال القائم باعمال رئيس الاتحاد المصري لشق الطائره. اهلا بيك يا كابتن محمد. اهلا بيك يا كابتن هيثم، مساء الخير على قناتنا المفضله وعلى حضرتك والساده المشاهدين. اهلا اهلا بحضرتك، وطبعا بنهنيك على نتائج بنين الدوليه، وقول لي يعني بطوله بنين جت في اطار ايه؟ في اطار الاستعداد يا كابتن، ولا هي بطوله مجدوله في اجندتكم بدايه الموسم؟ هي بطوله يعني بتحتوي اكتر من معنى، ان احنا عندنا ادهم حاتم وضحى هاني ترتيب باريس، ان احنا زي ما انت حضرتك عارف ان احنا لاعبين ترتيب دولي، وتاني حاجه بنستعد لبطوله مصر الدوليه باحتفاظ قوي من منتخب الشابات اللي عنده بطوله العالم في اسبانيا كمان يوم 18 اكتوبر لحد يوم 25 اكتوبر اللي جاي. بس كده لا، بس ثانيه واحده يا كابتن، كده انت عندك الشابات مش هيشاركوا في بطوله مصر الدوليه، لان انت عندك احنا ان شاء الله يلحقوا اول يومين، وان شاء الله يكون السفر ممتاز 17 ممتاز 17 بعد انتهاء البطوله على طول بالليل، ممكن ان شاء الله يكون سفرهم لبطوله العالم في اسبانيا. الله ينور، يعني هيلعبوا البطولتين. الله ينور يا كابتن، اتفضل يا كابتن. فاحنا بنحاول نديهم فتره احتكاك قويه، ان احنا زي ما قلنا لحضرتك قبل كده في لقاءات سابقه، ان احنا ان شاء الله بنحاول نحط اولادنا على الطريق العالمي، وده دعم الوزاره لينا واتجاه الوزاره ان احنا عايزين ميداليات عالميه. يعني افريقيا الحمد لله احنا مسيطرين على افريقيا، العرب مسيطرين عليها، فالريشه الطايره من الصعب ان احنا ننتقل للعالميه، لكن بنجهز اولادنا للطريق ده ونديهم السكه والطريق ان هم ان شاء الله يكونوا موجودين في بطولات العالم بامر الله، ونحقق بقى فيها زي البحر الابيض المتوسط كده، دي كانت بدايه ان شاء الله بنبص بقى لبطولات العالم بامر. طب كابتن، بطوله مصر الدوليه دي نسختها كام؟ هل دي النسخه الاولى ولا كان في بطولات قبلها؟ لا، ده النسخه السادسه، هي توقفت سنتين بتاع كورونا، فيروس كورونا، انما احنا عدنا بقوه، عندنا ما شاء الله 32 دوله، يعني الديدلاين بتاع البطوله قفل امبارح الساعة 6 مساء، 32 دولة هيشاركوا في البطولة من أعلى دول العالم، ما شاء الله، فرنسا وإنجلترا وأمريكا ودول شرق آسيا، الهند جاية، يعني إيطاليا. ده رقم كبير يا كابتن، 32 دولة في بلد زينا لسه بتاخد خطواتها الأولى في ريشة الطائرة، يعني برضو ده ثقة كبيرة من الدول دي كلها في حضور حدث زي ده في مصر. ثقة العالم في مصر طبعا، طبعا، وفي إمكانيات مصر وتنظيم مصر، واحنا ان شاء الله بنحاول نجهز تجهيز كامل. احنا شكلنا اللجنه العليا، اخترنا مدير البطوله الدكتور باسم التهامي، بدينا نشتغل من دلوقتي باذن الله نعمل بطوله على قدر الحدث. وزاره الشباب والرياضه متعاونه معانا بكل اداراتها، دي حقيقه، وبتتواصل كل يوم، حددوا لنا دعم معين ليها كويس يقدر يغطي تكلفه كبيره من البطوله. احنا بنجتهد مع نفسنا ان احنا نجيب اكبر قدر ممكن من العمله الاجنبيه برضه عشان السفريات للمنتخبات، الدخل بتاع الفرق ان شاء الله،
فبنجتهد كلنا ان احنا نظهر بالصوره اللي ترضى علينا يرضى علينا بيها العالم ان شاء الله. ان شاء الله اكيد. وهنتابع برضو يا كابتن معاك بطوله مصر الدوليه، ويعني وحاجه يعني جيده ان احنا نشوف دعم كمان من وزاره الشباب والرياضه وحاسه بالمجهود اللي انت بتعملوه. وفعلا ده تقدير كبير والله. انا بقول بامانه يعني انا من ساعه ما توليت المهمه يعني قريب سنه، كل البطولات يعني بيدعمونا فيها، بيساعدونا، بيتابعونا، يعني بصراحه يعني انا بشكرهم، بشكر معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي واداره قطاع الرياضه، اداره الاداء الرياضي، معاونين سياده الوزير، بصراحه بيتواصلوا باي مشكله بيحلوا لنا مشاكل دلوقتي كثيره جدا، وانا بشكرهم وان شاء الله نكون عند حسن ظنهم يا رب. طب كابتن قول لي، يعني حضرتك عندك فريق بارالمبي كمان، يعني فريق بيلعب ده احنا الاتحاد بقى خليج نحل. انا نفسي مش ملاحق والله يا كابتن هيثم. انا عندي بطوله افريقيا للبارا بادمنتون، هتسافر يوم الاحد ان شاء الله. ما شاء الله. ترجع يوم 24/9، دي بطوله افريقيا. عندي منهم اثنين لعيبه في البارا ما شاء الله، شيماء سامي رقم 4 على العالم، ياسمين عيسى رقم 6 على العالم، انتقل كويس جدا بالرعايه وبالوجود الاتحاد، بنحاول نوفر للاعبتنا بكل دعمنا وكل امكانياتنا للاعبين في الفتره اللي موجوده دي. يعني ربنا معاك يا كابتن محمد، وان شاء الله مجهود مشرف، وان شاء الله ندعمكم بشكل كبير اعلاميا ان شاء الله لما نشوف انتوا بتحققوا التارجت بتاعكم ان شاء الله. كابتن ان شاء الله ربنا يخليك، وشرف لينا ان احنا نكون معاك ان شاء الله. كابتن محمد كمال القائم باعمال رئيس الاتحاد المصري ريش الطائره، بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق لريش الطائره. لما يبقى في ناس شغاله اكيد ده حاجه بتسعدنا جدا.